أهلا وسهلا لكل الأصدقاء والصديقات في المغرب. في المغرب نشأنا وتربينا أن نقرأ ونتابع تاريخ المطرفين والأثرياء والأغنياء والحكام والقادة والمشاهير، أما تاريخ البسطاء فلا تاريخ لهم. وحتى حينما نتذكر إنسانا فقيرا مات معوزا، مات بالقهر وبالمذلة، نقول ونردد العبارة الشهيرة: مات مسكينا أو ماتت مسكينة. والسؤال: من يكتب تاريخ الفقراء والبسطاء والحراقة؟ في الذكرى الثانية نستحضر من تاريخ البسطاء والفقراء حياة شابة مغربية اسمها حياة بلقاسم، قتلت وسط البحر الأبيض المتوسط وهي تهم بالذهاب في هجرة سرية إلى إسبانيا في شتنبر 2018. من يتذكرها؟ ما حكايتها؟ وما حكاية آلاف الحكايات مثلها؟ حكاية طالبة شابة حزينة قادتها الأقدار في رحلة تراجيدية بكل ما من الكلمة من معنى، فكانت نهايتها مأساوية على كل حال مع الكثيرين والكثيرات. ابقوا معنا في هذا التقرير لنغير بعضا من نمط هذه الحكاية. في 25 سبتمبر 2018 وكأننا نعيد عجلة التاريخ للوراء، استعدت حياة بلقاسم الشابة في مقتبل العمر لركوب زورق والانطلاق نحو إسبانيا لتلتحق بعمتها هناك على أمل تحقيق حلمها بعمل جيد وأحلام عائلتها في بيت مريح قبل أن تنتهي حياتها في البحر جراء إصابتها برصاصة أطلقها جندي مغربي، وقد أصاب معها ثلاثة آخرين. كانت على متن زورق يقوده شخص يحمل الجنسية الإسبانية على سواحل مدينة مارتيل شمال المغرب. عاشت حياة بلقاسم حياة من المهانات وحياة من التسكع بعدما انقطعت عن دراسة الحقوق وعملت في صنديف المنازل مقابل 1000 درهم شهريا مع والدها المريض نفسيا ووالدتها التي تعمل في مصنع لإزالة القشور الجمبري مقابل 1500 دولار شهريا في حي مرسيا بتطوان، حيث تقطن عائلة الراحلة حياة بلقاسم. تبدو ملامح حي مهمش واضحة للعيان في هذا الحي، ومن هذا الحي خرجت جنازة الفقيدة من بيت عمتها، وعلى بعد خطوات كانت والدتها تبكي في منزل فقير وهي مصدومة وعاجزة عن الحركة. تروي والدة الفقيدة خدوش حمدوني كيف أن ابنتها كانت بمثابة رجل البيت ومساعدتها وصديقتها وكاتمة أسرارها، فهي البنت الكبيرة أو البنت الكبرى، وقد كانت مسؤولة عن أخواتها وتعليمهم. وتضيف الأم: والبكاء لا ينقطع، أن حياة كانت عصامية وكان حلمها أن تصل إلى أوروبا لتعمل ولتشتري سيارة وتوفر
حياة لعائلتها، لكن لا شيء من ذلك. قالت حياة لأمها يوما: إننا فقراء ولن أستطيع إنهاء تعليمي. أرسلت سيرتها الذاتية إلى الكثير من الجهات، ولكن الأبواب كانت مغلقة. ثم بدأت تفكر بالهجرة للنهوض بوضعها العائلي، فهي في مقام والدها الذي لا يقوى على الحركة. كانت حياة بالقاسم تقول لوالدتها: نحن ضائعون وفقراء جدا، ليس لإخوة مستقبل في تعليم جيد. وتحكي خدوج كيف أن ابنتها بدأت مؤخرا مهمومة ودائمة العصبية قبل أن تبكي وتقول: أتمنى لو بقيت تشاركينني الخبز والماء. هناك من يعلم بأقداره ويكتب رسالة الوداع، وهناك من يعلم أن نهايته قد اقتربت فيكتب مكتوبا ويضعه على الرف. كانت هذه آخر كلمات حياة بالقاسم وهي تخطها بيدها، ولعلها كانت تدرك أن نهايتها قد اقتربت. أنا حياة بالقاسم تقول: عمري 20 عاما، من مدينة تطوان، من مواليد 1998، من عائلة فقيرة، لكن بذلوا قصارى جهدهم معي حتى أستطيع أن أكون يوما ما إنسانة. منذ نعومة أظافري كان يقول لي أبي: ابنتي قرأي مزيان على راسك، ما بغيتكش تكرفسي في حالي هاردة. وأنا من جهتي كرست كل وقتي للدراسة والكتب، أفكر في اليوم الذي أستطيع فيه أن أعول عائلتي. كنت أحصل على معدلات لا بأس بها، التحقت بكلية الحقوق بمارتيل، وأنا أعرف أن الآفاق جد محدودة، لكن كنت أقول دائما: ربي كبير سيفرجها يوما ما. أبي المسكين أصابه الشلل، وأمي تعاني من مرض لمدة طويلة بعدما كانت هي من تعولنا أنا وأبي وإخوتي الصغار. كل الأبواب أغلقت في وجهي، بعدت عن العمل بشهادة البكالوريا، الكل كان يستهزئ ويخبرني أن الحاصلين على الدكتوراة يفترشون السلع على جنبات الطرق. قبلت بأي شيء كي أستطيع تأمين الترويض لأبي وكسرة خبز لإخوتي الصغار. عملت كنادلة في قاعات الأفراح، منظفة في المستشفيات الخاصة، كنت أنحت في الصخر كي أؤمن ولو القليل، كنت أحمل هم كسرة الخبز. حلمي كان أن أؤمن مشروع العيش وتأمين مصاريفهم المدرسية، فأنا لا أتحمل فكرة موتهم جوعا أو مرضا أو حتى انسياقهم في أوكار المخدرات. جارنا روبيو اقترح علي ركوب الصعاب في اتجاه الضفة الأخرى، هو يعلم أن الآفاق منعدمة هنا، هذا بلد لم يعد يتسع للجميع ولم يعد يسع الجميع، من هم فوق لم يشبعوا بعض، والكادحون يزدادون قهرا وقمعا. صراحة في البدء لم أستسغ الفكرة، بكيت بمرارة، لم أتصورها يوما ما أنني أصل إلى هذا الحال، ولكن روبيو يجانب الصواب، من لهم سلطة القرار في اليد في واد ونحن في واد آخر، أو دعوني أقول في جهنم. فكرت كثيرا في الموضوع، وهناك احتمال 90%
في المئة أنني لن أصل وأكون فقط قربانا لأسماك البحر، وحتى وإن حدث ووصلت إلى الضفة الأخرى فالمجهول هناك يؤرقني دون عمل، دون مأوى، ودون أوراق للإقامة. هل أهرب من جهنم كي أذهب إلى جهنم أخرى؟ لكن قلت في الأخير سأقوم بهذه المغامرة، إن نجحت سأنقذ أسرتي، وإن فشلت فرحيلي سيساهم في تقليل من المصاريف. قمت ببيع ذهب أمي على تواضعه، وفوضت أمري إلى الله، وأنا أقول في نفسي كيفما كانت الأمور هناك ستكون أهون. انتهت رسالة حياة بالقاسم، انتهت حياة بالقاسم من كتابة رسالتها ووضعتها على الرف في انتظار أن يأتي الفجر البعيد. ركبت حياة بالقاسم مع الشباب ليلا، رغم إحساسها أنها ليس مكانها بالمرة. كانت تقول في نفسها يا ليتني خالفت الموعد. بدأ الخوف يتملكها وهي تردد الله يأخذ الحق فاللي وصلني لهذا الشيء. تبللت ملابسها، صرع قلبها في دقاته وكأنه سينفلت من مكانه، والمركب يصارع الأمواج. فجأة لاحق مركب آخر تنطلق منه أعيرة نارية. ظنت أنها طلقات في الهواء كي يخيف المركب ليتراجع، إلا أنها رأت شابا من مدينة شاون أصيب بطلق ناري في يده. آنذاك أيقنت أن ساعتها قد حانت وأنها على مقربة من دائرة الموت، فكانت الرصاصة القاتلة التي أطلقها جندي مغربي دون تردد أردت حياة في ساعتها. كانت حياة تحلم أن تتزوج في سن العشرين وأن تسمي ابنتها رميساء. عاشت 20 عاما في بلد اسمه المغرب، ويوم عزمت على مغادرته وعلى مغادرة مقبرة أحلام الشباب ثم لقيت حذفها. فالمغرب في نظرها فخ للبسطاء. نعم لديها الحق في العيش فيه، ولكن لا حق لها في الهروب منه. ولكن كامل الحق أن تموت فيه بما اقترفت يداها. إنها الذكرى الثانية لرحيل حياة بالقاسم، هكذا نراها بعد سنتين من الغياب. فتاريخ البسطاء لا يكتبه إلا البسطاء. في تاريخ البسطاء كما هو الشأن بالنسبة للطالبة حياة بالقاسم، وكما هو الشأن للكثيرات والكثيرين الذين ماتوا في البحر الأبيض المتوسط، سرعان ما ننساهم. فكما يقال لا أمجاد ولا بطولات للفقراء، دائما ما تكون النهاية مأساوية على كل حال. كل المنى وألف تحية وسلام. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب
وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.